السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة انخفاض في اسعار الذهب مساء يوم الجمعة 27/5/2022 بعد ارتفاع اسعار الذهب يوم الخميس وكمان صباح يوم الجمعة، فانخفض سعر الذهب ايور 24 نحو الجرام 1197، هبط عن 1200، ده تراجع قياسي 3 جنيه بس في خلال اليوم. سجل كمان عيار 21 1048، وكان بالأمس 1050، سجل انخفاض 2 جنيه. سعر الذهب عيار 18 ب898، سجل عيار الذهب الجنيه الذهب 8384. تعاملات نهاية اليوم، سجل الذهب عيار 24200، ده كان سعر امبارح ماشي. بالمقارنة النهاردة سجل عيار 24197، سجل عيار 21048 وكان امبارح 1050، سجل عيار 18898 وكان امبارح 900 ماشي. وسجل الجنيه الذهب 8400 كان بالأمس، اليوم 8384. جنيهات بسيطة في خلال اليوم، بس في يوم واحد بس يكون السعر الصبح بسعر وبالليل بسعر، فكان تراجع كويس. طبعا كويس لناس ووحش لناس، بس كويس للي عايز يشتري وحش للي عايز يبيع. وبس كده، اشوفكم على خير وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.